السلام عليكم البنات، كديرين؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وتلقاكم هاد الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا على الصوره، اليوم فيديو جديد على القناه. نتمنى هاد الفيديو تعجبكم وتخليكم معايا حتى الاخير ديال الفيديو. ولا كنتوا اول مره تشوفوا هاد القناه، فما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ما تنسونيش البنات من جيم الفيديو فضلا وليس امرا، وما تنسونيش من التعاليق ديالكم الزوينه كيف العاده. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الدريس ديال واحد بطريقه جديده، كيجي زوين بزاف، غادي يعجبكم. ولا كنتي اختي خدمتي جلابتك وحرتي اش من دريس غديري لها، فهاد الدريس الصراحه كيجي زوين زوين بزاف، ودغيا كيطلع يعني ما كياخذش بزاف ديال الوقت. كيف ما عودتكم كنجيب لكم الحاجه السهله والسريعه. فاليوم غادي نحط لكم هاد الدريس هذا ديال واحد اللي كيجي زوين بزاف. ندوزو اول حاجه غادي نخدموا الحبكه. كيف ما كتشوفوا هنايا راني بديت الحبكه، هي غادي نخدم معكم واحد شويه. بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوش يخدموا الحبكه، بسم الله على بركه الله كنثبتوا الحرير ديالنا على هذا الشكل هذا، وكنجيو لهاد الخويط اللي كيتكون لنا ما بين هاد الضريبه وهاد الضريبه، كندوزوه في وسط من الدائره اللي دايره على هذا الشكل هذا. بهذه الطريقه هذه فات لي نزلت لكم فيديو خاص بالحبكه. صافي بهذه الطريقه هذه كتكون الحبكه. الا كانت ماشي مفهومه من الاحسن البنات ترجعوا للفيديو ديال الحبكه من الاول. هنا غادي ندوزو نبداو بالطريس ديالنا، الصراحه كيجي زوين ساهل، طريقه جديده. نخدم معكم في هاد الفيديو هذا، غنخدم معكم الدريس ديال واحد، والفيديو الجاي ان شاء الله نخدم معكم الدريس ديال جوج، ونعاود نحط لكم ديال ثلاثة، ما نجمعهم لكمش فيديو واحد باش البنات ما يدخوش. يعني غادي كل فيديو غادي نحط فيه الطريقه الخاصه بالدريس، يعني ديال واحد بوحديتو، ديال جوج بوحديتو، وديال ثلاثة حتى هو بوحديتو. صافي ندوزو، بسم الله على بركه الله، غادي ندوزو الاول ضريبه هنايا. كيف ما كتشوفوا غادي نثبتو فيها الحرير بهذا الشكل هذا، وغادي نجيو للضريبه الثانيه ديال الحبكه. غادي نخدموها في هذا الشكل هذا، وغادي نديرو على البلات ثلاثه ديال الدورات، نحاولوا نميلوا هذا الخيط هكا ونجروا عاد نطلعوا الفوق باش تجينا هاد السنينه عامره وتجي واقفه. صافي
غادي نرمي الحرير على يدي من هاد الجهة ونعاود ندخل هنايا في هاد البلاصة هادي باش نكونو ديك السنينة أولا نجمعوها بهاد الطريقة هادي كيف ما كتشوف كنتحصلو على هاد السنينة. نمشيو للضريبة الثانية اللي هي هادي نعاودو الغريزة ديالنا بهذا الشكل هذا ونجيو لهاد السنينة اللي تكونت لينا هنا كما كتشوفوا غادي نجيب ليها غادي ندخلو هنايا وغادي نعمرو ثلاثة ديال الدورات بنفس الطريقة غادي نميلو الخيط ديالنا بحال هكا ونعاودو نطلعوه هكا باش كتجي مسدودة وتجي واقفة. صافي هنايا غادي نعاودو نجيبو الخيط يكون داير لهاد الجهة هكا ونرجعو نفس العوينة اللي دخلنا لها من قبل اللي هي هادي ونعاودو نجمعو السنينة ديالنا اللي كتكون الفوق بهاد الطريقة هادي كيف ما كتشوف. كيبقى لنا هاد الخويط هذا غادي نحبكو عليه غادي نحسبو واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. صافي غادي نكتفيو بخمسة وغادي نمشيو بهاد العدد هذا في كل ضريسة. غادي نعاودو نجيو لهنا وغادي نديرو الغريزة ديالنا بهذا الشكل هذا وغادي نجيو لهنايا ما بين هاد الغريزة وهاد السنينة هنا وغادي نعمرو على البرا ثلاثة ديال الدورات وبنفس الطريقة غادي نميلو الخيط ديالنا هكا وعاد نطلعو الفوق ونجرو هكا بالضفر ديالنا باش يهبط على هاد الشكل هذا ونعاودو نتكيو هاد السنينة نرجعو لهاد هاد البلاصة هادي وغادي نتكيو السنينة بهاد الطريقة هادي. نعاودو نجيو لهاد الحبيكة التانية غادي نديرو غريزة ديالنا ومباشرة غادي نرجعو في السنينة اللي هي هادي نعمرو ثلاثة ديال الدورات ونتكيو السنينة ديالنا نرجعو نفس العوينة اللي دخلنا لها في الأول هذيك اللي درنا عليها ثلاثة دورات هي اللي كندخلو لها هنايا باش نتكيو أولا تنجمعو هاد السنينة هادي بهاد الطريقة هادي. صافي وكيبقى لنا هاد الخويط هذا كنديرو عليه خمسة ديال الحبكات دائما حتى نحسبو العدد اللي غتعمرنا الحبكة غنبقاو نديرو في جميع العدد اللي غادي يعمرنا هاد الخويطات بالحبكة ولا نبقاو نديرو في كل مرة. عمرات لكم بربعة قد ديرو ربعة عمرات لكم بخمسة قد ديرو خمسة هنايا أنا عمرات لي بخمسة ديال الحبيكات ثلاثة أربعة خمسة
نجيو لهنايا يعني. ونديروا الغريزة ديالنا ونعاودو نجيو ما بين السنين، ما بين الضريسة ديالنا وما بين الضريبة اللي ضربنا، يعني كيتكون لنا هذا الخيط كندخلو فيه عاود وكنعمرو على البرا 3 ديال الدورات. ضروري من هذه العملية هذه نتكيو الخيط عاد نطلعو لفوق باش تجينا الضريسة واقفة. هنايا غادي نتكيو السنينة بهذا الشكل هذا ونعاودو نجيو لهنا نجيو مباشرة لهنا لهاد السنينة نعمرو عليها 3 ديال الدورات ونوقفوها ونرجعو في نفس البلاصة. هنايا راني خدامة انا بالحرير على جوج، واخا كتيبان لكم غليظ راني غير دايره الزوم باش يبانو، يعني يبانو البلايص فين كندخل بالبرا. هنايا 1 2 3 4 5 صافي وكنثبت. في الحبيكة اللي من مور هذيك مباشرة وهنا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الطريس ديالنا. الطريس ديال واحد بشكل جديد كيجي الصراحه زويون راقي ساهل دغيا كيطلع. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. راهو كيجي صغير ماشي كبير، كيجي صغير هكا الا خدمتوه بالحرير على جوج كيجي زوين، يعني متقون حسن من اللي خدمتوه بالحرير على 3. يعني من الاحسن انكم تخدموا بالحرير على جوج. نتمنى الدريس ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الدرس الجاي غادي ننزل لكم نفس الدريس هو ديال جوج،
تسناو لا فيديو ان شاء الله، غادي تكون مباشره المر هذا. كيف العاده ما تنسونيش من دعمكم القناه بالاشتراك اللي باقي ما اشتركش، مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنسونيش من جيم لا فيديو فضلا وليس امرا، وخليو لي التعليق ديالكم الا بغيتو شي دريس هكايا، يعني بغيتو شي حاجه معينه خليوها ليا وان شاء الله نطبقها لكم. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله.